الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دور الشرطة في الحفاظ على أمن البلاد، مشيدا بتضحياتهم إلى جانب القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب. 20 شهيدا وعشرات المصابين في قصف الاحتلال استهدف فلسطينيين خلال انتظارهم الحصول على مساعدات. وسط إقبال كثيف، معرض القاهرة الدولي للكتاب يفتح أبوابه أمام الجمهور بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. الخامس والعشرون من يناير رمز انتصار الإرادة المصرية على المحتل البريطاني، حيث قدم فيه أبطال من الشرطة المصرية أرواحهم دفاعاً عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952. ويأتي الاحتفال كل عام بعيد الشرطة احتفاءً بمسيرة الشرطة المصرية العريقة في الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره. اليوم تأتي في وقت محوري واجه فيه منطقتنا تحديات غير مسبوقة، تواجه مصر فيه واقعا إقليميا خطيرا يتشابك مع ظروف دولية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب تأخذ مكانها على حائط الشرف. وخلال كلمته في احتفالية الذكرى 72 لعيد الشرطة، أضاف الرئيس السيسي أن الذكرى تأتي في وقت محوري تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة، وتواجه فيه مصر واقعا إقليميا خطيرا. نحتفل اليوم الذكرى 72 لعيد الشرطة، ذلك اليوم الجليل الذي وقف فيه أبطال من الشرطة المصرية الباسلة يدافعوا عن كرامة وعزة بلادهم في الإسماعيلية عام 1952، ويقدموا حياتهم ثمناً غالياً من أجل كبرياء مصر الوطني، إدراكاً منهم أن حماية أمن البلاد والمواطنين غاية عليا لا تسمو فوقها غاية. إن ما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحد تسري في قلب هذا الوطن لتعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله. وكما كانت تضحيات أبناء الشرطة في الإسماعيلية محركاً لدوافع الكرامة الوطنية، فإن تضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ومن جميع أبناء الشعب المصري في مواجهة الإرهاب خلال الأعوام الأخيرة تأخذ مكانها المستحق على حائط الشرف، شرف الوطن وبطولاته. فيها تضحيات نقدرها ونجلها ونتحمل جميعاً مسؤولية كبرى بأن نقابل كرم الشهداء بكرم وتضحياتهم بتضحية، وأن نحقق حلمهم بمصر عزيزة وكريمة إلى واقع وحقيقة لأبنائنا وأحفادنا جيلاً بعد جيل. أهلا بكم مجددا. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته في أن مصر ستبقى قوية بصمود وتضحيات أبنائها. وجدد الرئيس السيسي التهنئة لهيئة الشرطة مشيرا إلى دورها المحوري في الحفاظ على أمن البلاد. إن تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض علينا في مصر
تحديات اقتصادية كبيرة لم نكن لنصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر العظيم، التي شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساساً متيناً يعيننا بإذن الله على عبور التحديات الراهنة. ودعوني أقول لكم بكل الصدق، إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر، إن الله قد أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه وأن يعبر به جبالاً من الصعاب والمخاطر، وأنني أثق أن هذه المهمة المقدسة التي تقع مسؤوليتها علينا جميعاً ستبقى شرفاً يذكره التاريخ لكل من تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصر له. أثق أن مصر ستبقى بإذن الله قوية بصمود وتضحيات أبنائها وسباقهم الزمن لتحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم في مستقبل أفضل تتحقق فيه المكانة التي تستحقها الأمة المصرية بين الأمم. وختاماً، وإذ أجدد التهنئة الخالصة لهيئة الشرطة في يوم عيدها، وأشيد بدورها البطولي في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم، وأؤكد أن الدولة بكل طاقاتها وإمكاناتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن صلابة المصري تطورت وأنه يتحمل ظروفاً لم يكن يتحملها قبل 30 عاماً. جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة 72. هو كان ممكن الرأي العام يتحمل ده قبل كده؟ ده معناه أن في حصل تطور كبير جداً في صلابة الإنسان المصري، ما بقاش بالشكل اللي كان من 20-30 سنة قبل كده. وبالتالي اللي أنا عايز أقوله هنا إيه؟ يا ترى كان الأولويات اللي إحنا اتحركنا بيها ونتائجها اللي إحنا فيها كانت ممكن تتأجل ويبقى التحرك حاجة تانية، أو نفضل على حالنا؟ أنا كان تقديري إن الناس، ولما دكتور شاكر موجود معانا ولما جه بقول له الكهرباء لازم تتحل في 2015-2016، قلت له السنه الجايه. يعني في دول قعدت مشكله الكهرباء فيها لغايه دلوقتي بقى لها 30-40 سنه. ليه؟ هم مشوا بمسار تاني، اولويات اخرى. في ناس كده. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يجب حل أزمة نقص الدولار بشكل نهائي. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار. لو حليت أزمة الدولار فيك يا مصر ولا يهمني أي حاجة تاني. الأزمة دي إيجابيتها حاجة واحدة بس، فرض الحل علينا إن إحنا لازم نحل مسألة الدولار بشكل إيه بقى؟ نهائي. يعني المطلوب ان احنا في مده زمنيه قليله نصل بمعدلات تصديرنا ومعدلات التصنيع داخل مصر لمعدلات تخلي ان حجم الدولار المتاح بشكل طبيعي سلس، يبقى يكفي الانفاق على هذا الاستيراد. انا قلت قبل كده احنا عايزين 100 مليار دولار صادرات من 4 سنين. طيب عملنا كده؟ لا. الناس بقت تستسهل رجال الاعمال، إن الكل كان بيفضل إن هو يجيب من بره على إن هو ينتج. طالما الدولار متاح هفضل ده ولا أخش في حراك وجهد كبير جدا عشان أخلي المنتج ده في مصر. ده اللي حصل الفترة اللي فاتت. وحول التطورات بالمنطقة، قال الرئيس السيسي إن مصر تبذل جهودا كبيرة في سبيل منع توسيع الحرب ووقف إطلاق النار. وأكد الرئيس السيسي أنه ليس من مصلحة المنطقة أن تدخل في اقتتال لأن نتائجه ستكون صعبة على الجميع. احنا بنبذل جهد كبير جدا
عشان نحاول نصل إلى وقف إطلاق نار حتى نلملم الموقف الصعب في غزة، والرهائن يتم إطلاقهم والسجناء يتم إطلاقهم، ونخش في مرحلة جديدة بتاعة الإعمار ما بعد الحرب. يعني ده النص الأولاني من يبقى إذا نحن كدولة كجزء من العالم بنتأثر بالحراك اللي موجود في العالم لتشكيل عالم جديد. أنا قلت في الخطاب أو بقولها دلوقتي يعني، هو معكم أينما كنتم، هو معكم أينما كنتم. فإذا كنا مصدقين هو مطلع وشايف، هو مطلع وشايف وهو يسمع ويرى، وإحنا بنقول له يا رب ما تحرمناش من فضلك، إحنا مش فاهمين كل حاجة، أنت العلام علام الغيوب يفعل ما يشاء. هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة الذي يذكرنا بأمجاد وبطولات رجالها. ووجهت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجهت التحية لأمهات الشهداء اللاتي قدمن أغلى ما لديهن ليحيا الوطن في أمن وأمان. وتنضم إلينا السيدة نورهان رفعت أرملة الشهيد المقدم مصطفى عبد الرازق. أستاذة نورهان، بعد التحية طبعا تحية للبطل الشهيد، لكن ماذا عن تكريم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسم الشهيد البطل وأثره في نفسك ونفس كل الأسرة؟ أولا أهلا بحضرتك، أنا مبسوطة أن أنا وحضرتك النهارده على الهواء. وإحنا كمان. ثانيا طبعا امبارح حقيقي كانت مشاعر قوية جدا بالفخر، أنا امبارح كنت في قمة الفخر بمصطفى، هو كان يستاهل التكريم الكبير قوي زي ده، طبعا مفيش أعلى من التكريم بالاستشهاد، ولكن طبعا تكريم سيادة الرئيس حاجة مشرفة لأي حد يعني. الحفلة كلها امبارح كانت مؤثرة جدا لكل الأهالي الشهداء، كانت حفلة على أعلى مستوى، والأفلام والعروض اللي تقدمت فيها كانت مؤثرة وقوية جدا، إن هي عرضت بشكل واقعي قد إيه هم بيضحوا في حياتهم وقد إيه هم بيكافحوا في سبيل حماية مصر. فحقيقي إحنا فخورين جدا إن إحنا من أسر الشهداء. الله يرحمهم جميعا. تأثير هذا التكريم على الأسرة، حضرتك كنت موجودة طبعا وتسلمت التكريم، لكنه بالتأكيد الأثر على الأسرة ككل كان مختلف. بصراحة احنا كلنا امبارح كنا فخورين بيه أكتر ما احنا حزينين على فقدانه، كنا في قمة الفخر، العيلة كلها امبارح كانت بتتسلم معايا الوسام، مش أنا لوحدي مش ابنه لوحدي، احنا كلنا كنا بنحتفل بالوسام ده. اي اسرة تفخر ان فيها شهيد، ومش بيبقى على مستوى الجيل ده، اي اسرة اي عيلة فيها شهيد بتتكرم لاجيال متعاقبة كتير. امبارح كان معانا مجموعة من احفاد الشهداء اللي ضحوا بحياتهم سبيل حماية مصر وحماية الشعب المصري. صحيح. يعني ده من حسن حظنا، ده تكريم ربنا لنا بصراحة، فاكيد احنا فخورين جدا طبعا.
كل التحية لحضرتك، والتحية طبعا للبطل الشهيد المقدم مصطفى عبد الرازق. شكرا جزيلا لك سيدة نورهان رفعت أرملة الشهيد المقدم مصطفى عبد الرازق، كنت معنا عبر الهاتف. إنما قدمه هؤلاء الأبطال لبلادهم في ذلك اليوم منذ 72 عاما تحول لطاقة تحدي تسري في قلب هذا الوطن، تعيد إليه شبابه وتقربه من يوم استقلاله. جسدت معركة الإسماعيلية المعنى الحقيقي لبسالة الشرطة في مواجهة المحتل الأجنبي. وتحتفل الدولة يوم 25 من يناير كل عام بعيد الشرطة تخليدا للبطولات التي قدمها رجالها فداء للوطن. 72 عاما مرت على معركة الإسماعيلية، التجسيد الحقيقي لبسالة الشرطة المصرية في مواجهة المحتل الأجنبي. تلك المعركة التي أضحت دليلا واضحا لشجاعة رجال الشرطة، ليس فقط في التصدي للتهديدات الداخلية، بل أيضا للتصدي للعدوان الخارجي. في عام 1952 وصلت حالة التوتر بين مصر وبريطانيا إلى ذروة عقب زيادة أنشطة الفدائية ضد معسكراتهم وجنودهم وضباطهم في منطقة القناة، بالتزامن مع ترك أكثر من 91 ألف عامل مصري معسكرات البريطانيين للمساهمة في حركة الكفاح الوطني، حيث تم إلغاء معاهدة 1936 التي فرضت على مصر الدفاع عن مصالح بريطانيا، مما أدى إلى إنذار بريطانيا لقوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية لتسليم أسلحتها للقوات البريطانية ورحيلها عن مبنى المحافظة ومنطقة القناة والانسحاب إلى القاهرة، بعد أن أدرك البريطانيون أن الفدائيين المصريين يعملون تحت حماية الشرطة المصرية. لذا خطط البريطانيون لتفريغ مدن القناة من قوات الشرطة حتى يتمكنوا من الانفراد بالمدنيين وتجريدهم أي غطاء أمني. هما تأتي رياح الوطنية المصرية بما لا تشتهيه شراعات العدوان البريطاني، فتعلن قوات الشرطة المصرية في مدينة الإسماعيلية رفضها تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات المعادية. ذلك الرفض الذي تطلب من رجال الشرطة المصرية الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام اشتد على إثره غضب القائد البريطاني في القناة، فأمر قواته بمحاصرة قوات شرطة الإسماعيلية وإطلاق نيران مدافعهم بطريقة وحشية لأكثر من 6 ساعات، في الوقت الذي لم تكن فيه قوات الشرطة المصرية مسلحة إلا ببنادق قديمة الصنع، مما أسفر عن استشهاد 50 شرطيا مصريا وإصابة 80 آخرين، لتستولي القوات البريطانية على مبنى محافظة الإسماعيلية بعد دفاع أسطوري سجلته الشرطة المصرية في التاريخ بحروف من الذهب. أكثر من 7000 جندي بريطاني حاصروا مبنى المحافظة والثكنات التي لم يكن فيها سوى 850 جندي مصريا فقط، مما جعلها معركة غير متكافئة عتادا وعددا بين الجانبين، بل تجاوزت القوات البريطانية أكثر وأكثر وعمدت إلى مداهمة القرى المسالمة التابعة لمحافظة الإسماعيلية بزعم اختفاء الفدائيين داخلها. وقد تم تخليد ذلك اليوم الأسطوري في تاريخ الشرطة المصرية، وتم تسجيل يوم 25 من يناير من كل عام يوما تحتفل فيه الدولة بعيد الشرطة ودورهم في معركة الإسماعيلية، حيث سطر رجال الشرطة بدمائهم بطولات لن تمحى من ذاكرة الوطن، وستظل رواية فخر يحكيها الآباء لأبنائهم على مدار تاريخ الوطن. وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، تمضي منظومة العمل الشرطي في طريقها نحو تحسين وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الشرطي. We'll be right back.
مهما كانت تضحيات أبناء الشرطة الإسماعيلية محركاً لدوافع الكرامة الوطنية، إن تضحيات الشهداء الرجال القوات المسلحة والشرطة من جميع أبناء الشعب المصري في مواجهة الإرهاب خلال الأعوام الأخيرة تأخذ مكانها المستحق على حائط الشرف، شرف الوطن وبطولاته. هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري ووزارة الداخلية وزيرا وضباطا وجنودا بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 من يناير. وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تقديره واعتزازه بتضحيات أبطال الشرطة ورجالها البواسل التي تجلت معانيها في وقفتهم الوطنية الشجاعة في مواجهة قوات الاحتلال البريطاني بمدينة الإسماعيلية عام 1952، داعيا أبناء الشعب المصري لاستلهام روح التضحية والعزيمة وحب الوطن من هذه الذكرى العزيزة. كما أكد الأزهر الشريف أن ثورة 25 من يناير كتبت فصلا جديدا في تاريخ النضال المصري والسعي نحو النهوض بالوطن، سائلا المولى عز وجل أن يهيئ لمصر كل أسباب الرخاء والاستقرار وأن يرحم شهداء مصر الأبرار. قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قدمت تهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة 72. وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن عيد الشرطة تحفظه ذاكرة الوطن بكل التقدير لشرطتنا المصرية ورجالها المخلصين الذين كانوا ولا يزالوا درع الأمن والأمان للوطن والمواطنين. كما قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التهنئة لوزير الداخلية محمود توفيق ورجال الشرطة البواسل بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، مشيدة بالدور المحوري لهذه المؤسسة الوطنية في الحفاظ على الأمن والأمان خلال أدق اللحظات وفي كل الأوقات. هنأ رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب والمستشارون أعضاء المجلس الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة والذكرى 13 لثورة 25 من يناير. كما هنأ المستشار عادل عزب وزير الداخلية محمود توفيق وجميع رجال هيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 72 للتضحيات والملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة البواسل في مواجهة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار الوطن. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس إثر قصف مدرسة تأوي نازحين، فيما ارتقى 3 آخرون من بينهم طفلان في قصف الاحتلال على منطقة السطر الغربي شمال خان يونس. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعا سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. لا مكان آمنا في القطاع، شهيد يسقط مع كل دقيقة تمر على القطاع الأعزل، مجاعة وقصف مستمر، هذا هو ما يعانيه قطاع غزة مع دخول العدوان الإسرائيلي عليه يومه 11 بعد المئة. الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يكثف غاراته الوحشية على القطاع بأكمله وعلى وجه التحديد جنوبي قطاع غزة. في ظل كثرة النازحين في مناطق حدد جيش الاحتلال مسبقا أنها آمنة، لكنه عاد واستهدفها بشكل ممنهج.
حملة القصف العشوائي في مدينة خان يونس طالت مراكز النازحين مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء بالتزامن مع معارك برية تقترب من المشافي القليلة المتبقية لخدمة عشرات الآلاف من الجرحى الذين يخضعون لظروف لا يمكن تصورها في سبيل الحصول على العلاج، وكثير منهم لا يصل إليه أبدا. وكأن سيناريو مستشفى المعمداني سيتكرر، فالمعارك البرية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي تحتدم في محيط مستشفى ناصر الطبي أحد أكبر مشافي المدينة. أما مدينة رفح الفلسطينية التي تؤوي قرابة 2 مليون نازح من القطاع، فقد قام طيران الاحتلال بقصف شقة سكنية بحي تل السلطان غربي المدينة مخلفا شهداء ومصابين. ليس هذا فحسب، بل أصابت قذيفة دبابة إسرائيلية مبنى تابعا لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة يؤوي 10,000 نازح في جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. مثير للقلق على نحو لا يصدق، هذا هو وصف الولايات المتحدة للكارثة دون أن يبدو منها موقف جاد حتى الآن من العدوان المستمر الذي أسقط أكثر من 25,000 شهيد وأصاب أكثر من 60,000 شخص، ناهيك عن المجاعة والإبادة الجماعية التي يواجهها القطاع في ظل قلة المساعدات، حيث تعرقل إسرائيل إجراءات إدخالها لاستخدام سلاح التجويع ضد أهالي القطاع. يشهد قطاع غزة ندرة في الاحتياجات الأساسية، وحتى إن وجدت فإنها لا تكفي. أثناء توزيع المساعدات في مدينة غزة يستمر الاحتلال الإسرائيلي في قصف وإطلاق النار، وأعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 20 فلسطينيا و150 مصابا نتيجة للقصف على الأهالي، وذلك أثناء انتظار استلام المساعدات. هذه أصوات إطلاق النار، وهذه هي المشاهد، هذه هي المشاهد لإطلاق النار على المواطنين أثناء استلامهم للمساعدات الإنسانية على مفطر الكويت في حي الزيتون. هذه أصوات إطلاق النار الآن. وللمزيد تنضم إلينا نبال فرسخ الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. سيدة نبال، ماذا عن الأوضاع الصحية في قطاع غزة في ظل قصف الاحتلال للمدنيين والمرافق الطبية بشكل عشوائي؟ الأوضاع الصحية في قطاع غزة أكثر من كارثية بعد أن أخرج الاحتلال 30 مستشفى عن الخدمة غالبيتها في غزة والشمال بسبب الاستهداف والحصار ومنع وصول الإمدادات الطبية والإنسانية إلى المستشفيات، على ما يبدو أننا نواجه ذات المصير في خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا هو اليوم الرابع على التوالي والاحتلال يواصل حصاره لمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، بالإضافة إلى حصار مقر الجمعية ومركز الإسعاف، حيث أن هذه المباني الثانية ستتواجد بالقرب من بعضها البعض في مدينة الأمل في خان يونس. منذ يوم أمس يفرض الاحتلال حظر تجوال كامل في محيط مستشفى الأمل، لا يستطيع أي أحد الخروج من المستشفى أو الدخول إلى داخل المستشفى. يستمر القصف العنيف في محيط المستشفى على مدار الساعة، فضلا طبعا عن الاستهدافات المباشرة أمام مقر الجمعية. يوم أمس سقط عدد من الشهداء والجرحى أمام مستشفى الأمل وأمام مقر الجمعية، الكثير منهم إصابات حرجة وبليغة في ظل فرض الحصار ومنع التجوال الكامل، حتى أن كميات الدم نفذت من داخل المستشفى، وقام النازحين داخل المستشفى بالتبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الجرحى من ذوي الإصابات الخطيرة الذين تم عمليات جراحية لهم في ظل ظروف صعبة للغاية، في ظل استمرار القصف، استمرار إطلاق النار في محيط المستشفى وشح في المستلزمات الطبية والأدوية. هذا هو واقع الحال، يستمر حتى هذه اللحظة في مستشفى ناصر أيضا. صحيح، كنت أسأل حضرتك عن الوضع هناك حاليا في مجمع ناصر. الوضع لا يمكن الآن في محافظة خان يونس نقل الجرحى والمصابين
إلى المستشفى ناصر أو مستشفى الأمل نتيجة حصار المستشفى، وبالتالي تضطر مركبات الإسعاف إلى نقل الجرحى والمصابين إلى محافظة أخرى، إلى أحد المستشفيات في دير البلح. نحن بالهلال الأحمر الفلسطيني أيضا للتخفيف من هذه المسألة والعمل على إنقاذ حياة الجرحى والمصابين، لا سيما مع صعوبة تنقل مركبات الإسعاف ونقل الجرحى إلى مدينة أخرى. قمنا بعمل نقطة طبية في منطقة المواصي في خان يونس تستقبل ذوي الإصابات المتوسطة وتقدم لهم العلاج بالسرعة الممكنة، لأنه كما تعلمون في ظل وجود الإصابات والجرحى بكل تأكيد الدقيقة هي تشكل فارق في عمر الإنسان، ومع صعوبة تنقل مركبات الإسعاف كان لابد من إنشاء هذه النقطة الطبية من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمصابين. الأوضاع في خان يونس صعبة للغاية، نتحدث عن آلاف الفلسطينيين هم محاصرين في ظل استمرار القصف وإطلاق النار، يحاولون النجاة والهرب من حيث يتواجدون ولكن بصعوبة بليغة بسبب استمرار القصف. أيضا لا توجد وسائل مواصلات وبالتالي طيب، وهناك أيضا تجمع لعدد من الإسرائيليين، هناك تجمع لعدد من الإسرائيليين الاحتجاج على دخول المساعدات عند معبر كرم أبو سالم، كيف تتعاملون مع ذلك؟ هناك تجمع لعدد من الإسرائيليين الاحتجاج على دخول المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، كيف تتعاملون مع ذلك؟ بالنسبة للمساعدات الإنسانية، أولا نحن كالهلال الأحمر الفلسطيني نواصل استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع أشقائنا في الهلال الأحمر المصري. يوميا يتم إدخال المساعدات الإنسانية. أيضا خلال الأسابيع الماضية وبعد ضغط دولي وافق الاحتلال على فتح معبر كرم أبو سالم وتدخل كميات محدودة من الشاحنات. المشكلة في مسألة المساعدات أن الاحتلال يفرض قيود ويعرقل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، يقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل عبر معبر رفح، حيث تفتش الشاحنات أولا في معبر العرجة. نحن نقول أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال يقع على عاتقها وفقا للقانون الدولي الإنساني واجب ومسؤولية تأمين الاحتياجات الإنسانية. إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ضرورة ملحة للغاية، لا تقع على عاتق الاحتلال، وعلى الاحتلال ألا يتحمل مسؤولياته ويسمح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود ودون شروط وعبر جميع المعابر. صحيح أستاذة نبال فرسخ الناطقة باسم الهلال الأحمر المصري، شكرا جزيلا لك. تجمعت مجموعة من الإسرائيليين عند معبر كرم أبو سالم احتجاجا على إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتظهر بيانات وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة أن أقل من 200 شاحنة تدخل غزة يوميا. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله استشهاد الشاب الفلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بير الباشا جنوبي جنين. وأوضحت وكالة وافا الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بتعزيزات عسكرية ودهمت منزله بعد محاصرته واغتالته من مسافة صفر وابل من الرصاص. أفاد حزب الله اللبناني بأن مقاوميه استهدفوا بالصواريخ موقع جل العلم العسكري جنوب لبنان بعد دقائق من إعلان الحزب استهداف موقع رادار تابع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبع اللبنانية المحتلة. وأضاف حزب الله أن مقاوميه حققوا إصابات مباشرة، وقد تم ذلك بعدما حلق طيران الاحتلال الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور في الجنوب اللبنانية. ويأتي ذلك تزامنا مع إطلاق الاحتلال الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في جنوب لبنان. Thank you.
هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ادفع عنا يا رب. أظفرنا إن شاء الله غير نطلع نطلعهم من من أراضينا غصب عنهم. إحنا أصحاب هوية، أصحاب أرض، أصحاب وطن. أكدت هيئة عائلة المحتجزين الإسرائيليين في غزة أن نشر تسريبات من لقاء يجمع عائلات المحتجزين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد جريمة بعد أن هاجم قطر خلال الاجتماع. وأضافت الهيئة أن هذه التسريبات تسهم في تعريض المحتجزين للخطر، وأشارت إلى أن المصدر الوحيد لها هو مكتب نتنياهو والمقربون منه، مشددة على خطورة سماح الرقابة العسكرية بنشر هذه التسريبات. أعلنت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية استبعاد إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. يأتي هذا فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قطر أبلغت إسرائيل رفض حركة حماس مقترحا بشأن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين. حالة من التخبط تسيطر على السياسة في إسرائيل في ظل عدم قدرتهم على تشكيل رؤية واضحة للتعامل مع الوضع في قطاع غزة، لا سيما في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على القطاع. وبينما استبعدت إسرائيل عبر متحدثة باسم الحكومة وقف إطلاق النار في غزة نافية احتمال التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة حماس لوقف القتال مقابل إطلاق سراح المحتجزين، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى اجتماع مرتقب لمجلس الحرب الإسرائيلي للتعرف من مفاوضين إسرائيليين على تطورات المفاوضات المتعلقة بصفقة تبادل محتملة للأسرى والمحتجزين. هيئة البث الإسرائيلية أكدت أيضا أن قطر أبلغت إسرائيل برفض حركة حماس لمقترح إسرائيلي بشأن صفقة لتبادل المحتجزين ومطالبتها بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع في المرحلة الأولى من الصفقة وإنهاء الحرب. وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بدورها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر دور الوساطة الذي تقوم به قطر مشكلة، متهما الدوحة بتمويل حركة حماس، وهو ما استرعى انتباه المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الذي أعرب عن استنكاره الشديد للأمر، لافتا إلى أن تصريحات نتنياهو غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده تتعاون مع قطر لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما أشار كاميرون الذي يزور منطقة الشرق الأوسط إلى أنه سيتم نقل أول شحنة مشتركة تحتوي على خيام إلى مصر جوا قبل إدخالها إلى غزة برا. في هذا السياق أكد كاميرون أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، وكذا تنفيذ هدنة إنسانية لمساعدة الفلسطينيين. أيدت أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي بيانا أكد مجددا دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وساند 49 من إجمالي 51 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ تعديلا يدعم حلا تفاوضيا للصراع يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب، بما يضمن بقاء إسرائيل ويلبي تطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم. To respond to the attacks in Israel for the fiscal year ending September 30th, 2024 and for other. ذكر بيان أن قضاة محكمة العدل الدولية سيصدرون قرارهم الجمعة بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب إفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية بقيادة الدولة. جاء ذلك في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها يوم 26 يناير. ورجح مسؤولون في جنوب إفريقيا أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.
استلم الهلال الأحمر المصري شحنة المساعدات الإنسانية القادمة من دولة الكويت بميناء سفاجة البحري والمتوجهة إلى أهالي غزة. تحتوي الشحنة على 21 شاحنة محملة بخيام وبطاطين وملابس وغذاء، وقد تم خروج الشاحنات الخاصة بالمساعدات من ميناء سفاجة البحري بعد إنهاء كافة الإجراءات والتصريح الأمنية اللازمة، وتوجهت في طريقها إلى ميناء رفح البري. تواصل مصر جهودها لخدمة الأشقاء الفلسطينيين باستقبال وتجهيز وأرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واستقبال الجرحى والمصابين وتوفير الإقامة الكاملة لمرافق المصابين والجرحى والعالقين الفلسطينيين. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل مباشرة من العريش. محمود، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك، وماذا عن الشحنات الجديدة؟ نعم، بعد التحية، يعني لازالت الجهود المصرية مستمرة في تقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية المختلفة. اليوم نتحدث عن الشاحنات التي توجهت بالفعل إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة. نتحدث عن 131 شاحنة دخلوا من الجانب المصري متجهين إلى منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 107 شاحنة اتجهوا إلى منفذ العوجة. كل هذه الشاحنات بها عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وأيضا الأدوية، اتجهت مباشرة للإخضاع إلى عمليات التفتيش ثم الدخول إلى الجانب الفلسطيني. أيضا بوابة معبر رفح لازالت يعني مفتوحة أمام استقبال الجرحى والمصابين. نتحدث عن منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة تحديدا تم وصول 19 مصابا إلى معبر رفح، بالإضافة إلى 24 مرافقا ليتم تقديم كل الخدمات الصحية لهم. نتحدث أيضا عن وصول عدد من المصابين والجرحى ومرافقيهم إلى هنا في هذه المنطقة التي نتواجد بها في مدينة العريش، وهي عمارات السبيل، وهي الوحدات السكنية التي خصصتها محافظة شمال سيناء لإقامة المرافقين والعالقين وأيضا الجرحى والمصابين. نتحدث تحديدا عن 11 مصابا وصلوا بالفعل، يعني أرى سيارات الإسعاف أمامي الآن، هذه السيارات بها 11 مصابا بالإضافة إلى 9 مرافقين. هؤلاء المصابين من الحالات الإنسانية وأيضا بعض الإصابات الخاصة بالأورام والسرطان، يتم تقديم كل الخدمات المختلفة لهم. وكان هناك يعني تفقد من محافظ شمال سيناء منذ قليل لهذه الوحدات، وتفقد أيضا عمارتين جديدتين سيتم بالطبع يعني افتتاحهما لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين سواء من الجرحى والمصابين أو حتى من المرافقين. وأيضا تم التفقد خدمة الدعم النفسي المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري هنا في عمارات السبيل، يتم دعم الأطفال نفسيا وأيضا دعم الجرحى والمصابين وتقديم كل الخدمات المختلفة لهم. وأيضا تم الاستماع إلى بعض الخدمات التي يحتاجها الأشقاء الفلسطينيين، وتوعد المحافظ بتنفيذ كل هذه الخدمات وإتاحة هذه الخدمات وجودها لهم. كما التقينا أيضا بعدد من الأسر الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين الذين أشادوا بالجهود المصرية المبذولة هنا في محافظة شمال سيناء وتحديدا في عمارات السبيل والخدمات المقدمة بمجرد وصولهم إلى معبر رفح وحتى وصولهم إلى المستشفيات وتلقي العلاج اللازم في المستشفيات المختلفة، وصولا إلى هنا أيضا في عمارات السبيل. وأيضا كان هناك تعاون كبير بين الهلال الأحمر المصري وأيضا الفلسطيني والليبي، والتقينا بهم أيضا عبروا عن الشكر وعلى التعاون المستمر بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني في تجهيز المساعدات الإنسانية وإرسالها عبر معبر رفح، وأيضا فيما يتعلق بتجهيز كل الوحدات السكنية المختلفة للأشقاء الفلسطينيين والعمل على تذليل كل العقبات الخاصة بهم وأيضا دعمهم نفسيا فيما يتعلق
يعني بعد ما رأوه من مشاهد صعبة داخل قطاع غزة. فبالتأكيد يعني كل هذه الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. فبالتالي بوابة معبر رفح لم تغلق يوما واحدا، وأيضا محافظة شمال سيناء وكل هذه الأماكن لازالت تستقبل كل المصابين والجرحى والأشقاء الفلسطينيين. أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش. بحثت هيئة قناة السويس مع منظمة البحرية الدولية تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر. وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الملاحة بالقناة مستمرة ولم تتوقف رغم التحديات المختلفة، مضيفا أن الهيئة تستمر في التواصل مع العملاء وتدعمهم بتقديم خدمات جديدة لم تقدم من قبل. من جهته شدد أرسينيو دومينيغز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على أن المنظمة تدعم حرية الملاحة وتدعو إلى التهدئة في منطقة البحر الأحمر، كما أنها تعمل على تقديم الدعم الكامل لقناة السويس بتوجيه رسالة واضحة لكافة أعضائها مفادها أن الملاحة بقناة السويس ما زالت مفتوحة أمام الجميع، لا سيما في ظل التحديات اللوجستية والأمنية التي تواجه السفن التي تلجأ للالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح، فضلا عن التحديات البيئية التي يفرضها طريق رأس الرجاء الصالح باعتباره مسارا غير مستدام لحركة الملاحة، وذلك نظرا لافتقاره للخدمات اللازمة. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بتحويل مجموعة التعدين الإسرائيلية العملاقة BHP مسار جميع شحناتها تقريبا من أسيا إلى أوروبا بعيدا عن البحر الأحمر. يأتي هذا بسبب حالة عدم الاستقرار في المنطقة على خلفية استهداف قوات الحوثي السفن التجارية الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل. وفي السياق ذاته أعلنت شركة ناقلة النفط الكويتية مواصلتها مراقبة وتقييم الوضع في مضيق باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي، مؤكدة تطبيقها التدابير والممارسات الاحترازية المتبعة عالميا في حماية وسلامة أسطولها. افتتح معرض القاهرة الدولية للكتاب في دورته 55 أبوابه للجمهور بمركز مصر المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع 5. وتأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. وينضم إلينا من معرض القاهرة الدولية للكتاب مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. باسم، بعد التحية ضعنا في تفاصيل عندك اليوم في افتتاح معرض القاهرة الدولية للكتاب وأبرز الأجنحة، وكيف يتم قضاء أسرة يوما في أجازة نصف العام في معرض القاهرة الدولية للكتاب؟ تحياتي إليك من معرض القاهرة الدولية للكتاب في دورته 55، والذي يأتي هذا العام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تم افتتاحه بالأمس 24 يناير. افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويمتد الافتتاح ويبدأ الافتتاح الرسمي أو بدأ الافتتاح الرسمي للجمهور اليوم الموافق 25 يناير الموافق لاحتفالات مصر بأعياد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير. هذا المعرض الذي يأتي هذا العام والذي يزوره سنويا نحو 2 مليون من الزائرين من مختلف الجنسيات المصريين والعرب والأجانب. منذ اللحظات الأولى لهذا اليوم وهناك زخم هائل حول الأبواب التي لا يوجد بها موطئ القدم من شدة الازدحام من كافة الأسر الذين أتوا إلى هنا لحضور الافتتاح والمشاركة في فعاليات هذا المعرض الذي يعتبر من أكبر المعارض وربما
ربما هو الأكبر من نوعه في مصر وفي الشرق الأوسط في المنطقة كلها من حيث عدد الناشرين المتواجدين والفعاليات الثقافية والدول المشاركة في هذا المعرض. طبعا لدينا ضيف الشرف في نسخة هذا العام في الدورة 55 دولة النرويج التي تأتي ضيف شرف، والتي كان لنا سبق التصوير معها منذ قليل في لقاء حصري للقناة الأولى المصرية مع قرينة ولي العهد النرويجي، وأيضا كان معنا وزير الخارجية النرويجي، والذين تحدثوا عن مجمل العلاقات بين مصر والنرويج، وتحدث أيضا وزير الخارجية فيما سيلي تفصيلا عن التعاون بين مصر وبين النرويج والتنسيق مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية المصرية بخصوص القضية الفلسطينية وسبل وقف الحرب هناك في غزة. لدينا في الحضور هنا في معرض الكتاب لدينا مسلم حسن شخصية المعرض، ولدينا يعقوب الشاروني شخصية معرض الطفل في هذه النسخة لهذا العام. صحيح. لدينا سعر التذكرة للدخول للمواطن 5 جنيهات كما أعلنت بذلك الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس في دار الأوبرا المصرية. نعم. يوم جميل يقضيه أو تقضيه الأسرة المصرية هنا في معرض الكتاب بين أروقة المعرض بين الأجنحة المختلفة للكتب بمشتملاتها المتعددة. أعتقد أن من جميع الأسر المصرية سوف تكون حريصة على قضاء يوم في معرض القاهرة الدولية للكتاب. بشكرك شكرا جزيلا باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام، ما وصلنا مع حضرتكم لنهاية نشرة الثالثة، ولم يتبقى سوى أبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد دور الشرطة في الحفاظ على أمن البلاد مشيداً بتضحياتهم إلى جانب القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب. 20 شهيداً وعشرات المصابين في قصف للاحتلال استهدف فلسطين خلال انتظارهم الحصول على المساعدات. وسط إقبال كثيف، معرض القاهرة الدولي للكتاب يفتح أبوابه أمام الجمهور بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.